لي فيغين تشيزكيك اي خاصنا باكيه تاع البيسكوي هذاك الاحمر والخضر كنطحنوه مزيان كنزيدو عليه ثلاثه معالق ديال الزبده دايبه ومعلقه كبيره تاع لا بودغ داموند بودره اللوز كنخلطوها كنديروها في تويسه تاع لي فيغين كان خاصنا لا كريم خاصنا حك تاع الجبن معروف حك تاع 200 غرام وحك تاع حليب مركز وجوج حكاك تاع ياغورت تاع 50 ريال راه كاين واحد كريمي اي كاين الخضر والزرق تاع الفرماج هو نورمال خاصنا جوج الخضرين ناتور وعصير حامضه وجوج ورق تاع الجيلاتين الوغ كنطحنو هذاك الياغورت مع الجبن والحليب المركز كنسخنو هذاك العصير الحامض كنكونو مسزقين ديجا لا جيلاتين في الماء بارد فريمون كلاسي وكندوبوها في هذيك العصير الحامض كنزيدوها على الخليط الاولاني كنخلطوه ونكبوه في الكويسات ديالنا ونخشوهم في الثلاجه تيجمد وقيت اللي كيجمد كنكونو كنوجدو واحد 200 غرام تاع الفخاز او لا فخومبوز كيبقى هذا اختياري مع جوج معالق كبار تاع السنيده معلقه كبيره تاع عصير الحامض وخاصنا مايزينا معلقه كبيره نشاطه كنديروا الفخاز والسكر وعصير الحامض يذوبوا ملي كيذوبوا كنطحنوهم عاد كنزيدوا عليهم النشا وكنحركوها حتى كتعقد لينا شويه اون فوا كتعقد كنخليوها هكا تطفى شويه ونكبوها فوق هذاك لا كريم الكريمه ملي كتبدا كتجمد كنذوقوها يا بالفرومبوز اولا ميختي وعريش تاع النعناع اييه جي ممتازين ديسير لا تك الصحه بارك الله عليك حتكم وحبيبه بارك الله